السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عندنا تقريبا 1746 اصابة مؤكدة، وعندنا 120 وفاة مع الاسف الشديد. ويمكن نقول لكم ونحن نتابع وجميع المواطنين كيتابعوا، نحن الى سمعنا بشي وفاة راه حنا بالنسبة لنا راه يوم جنازة عندنا. وإذا سمعنا بمواطن تعافى وخرج من المستشفى، احنا عندنا يوم عيد بكل صراحة، يوم عيد يوميا. نحن في كل يوم نشهد لحظات فرح ونشهد لحظات قرح مع الأسف الشديد وحزن، لأن الشيء بدينا احنا باش يمكن الطروف المستقبل القريب. تماثل الشفاء الحمد لله 153 من المصابين، وهما نحمد الله تعالى عليه، كما نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لباقي المصابين، وأن تتحسن الحالة الوبائية ببلادنا. وقد تم استبعاد حوالي أكثر من 6800 حالة بعدما بينت التحاليل المخبرية خلوها من الفيروس. ويمكن أن أقول الحمد لله أنه بتتبع الحالة الوبائية منذ البداية إلى اليوم، أن الحالات المرضى اللي هما في حالة حرجة في تناقص يوما بعد يوم. عندنا اليوم 80 حالة حرجة، 80 حالة في حالة صعوبة، ومن هاد 80 حالة عندنا 30 حالة في غرف الإنعاش، وقلوبنا ودينا على قلوبنا بالنسبة له. 30 حالة، وهذه الحالة اللي في غرف الإنعاش هي في تناقص، هذه غير 10 أيام كانت 45، كانت 42، نقصت 40، هي الآن في 30. نتمنى على الله حتى شي مواطن ما يصل لهذه الوضعية وهذه الحالة. وبالتالي فهناك تحسن لكنه بطيء على هذا المستوى بسبب الإجراءات والصرامة في تطبيق هذه الإجراءات في عموم البلاد. وكما قلت التدابير الاحترازية والإسلام